انا هقفل علشان هي وصلت. ماشي بقى. كنت بتكلميها؟ مين؟ فرح. ليه؟ من 5 دقايق بس كنت معاها انت في الطب الشرعي، ورحت النيابة وقلت لهم انها اختك واستدعوني عشان يحققوا معايا في المعلومات ديت. انا ما كنتش متخيلة انهم هيطلبوكي. يعني ايه؟ فرح واختك؟ يعني انا كنت مخدوعه في باباكي طول عمري؟ وانت ازاي تعرفي حاجه زي دي وتخبيها عليا ازاي؟ كنت مستنيه تطلع نتيجه التحليل. ها؟ يعني قصدك انه انت لسه مش متاكده مش كده؟ لا احنا متاكدين، وعمل التحليل قبل كده بس هي سرقته. يعني فرح اختك؟ يعني ابوكي كان متجوز عليا. هو قال لي انها كانت نازله وعدت، بس ما قدرش يهرب منها قبل ما يموت. كان خايف يقابل ربنا بذنبها. ماما ارجوكي ما تكرهيش بابا. أنا بقالي أكتر من سنة بحاول أداري عنك الموضوع عشان ما ينزلش من عينك. كنت بحافظ على صورته قدامك وقدام الناس كلها. أرجوكي ما تخلينيش أندم إني قلت للنيابة. أنا ما كانش قدامي أي حل تاني. ده الحل الوحيد عشان أكشف فرح بعد ما اتجوزت يحيى. ماما كأني في كابوس. قعدت قد ايه تخني يا سعيد؟ كانت نزوة وعدت ولا عملتها كتير بس ما خلفتش غير المرة دي؟ طلعت كذاب كبير يا سعيد، وطلعت انا اكبر مغفلة في الدنيا. عمري ما حزنت على موتك قد دلوقتي.